السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير بسطيلات صغار بشكل جديد، متعودين كنشوفهم على شكل دائري. هذه المرة غادي نحضرهم على شكل مستطيلات، كيجيو زوين ولذاذ بزاف. وقبل ما ندوزو للمقادير وطريقة التحضير، ما تنسوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي، ونبداو على بركة الله. وفي المقادير كنحتاج 700 غرام من البصل، ما يعادل 4 الحبات متوسطة الحجم اللي شلدنا يعني قطعناها قطع صغار، و6 البيضات، 745 غرام من صدر الدجاج، 90 مليلتر من الزيت. أنا درت 50 مليلتر من زيت الزيتون مع 40 مليلتر من زيت نباتية. العطرية غادي نحتاجو ملعقة صغيرة من الخرقوم، نصف ملعقة صغيرة من الابزار، ملعقة صغيرة من سكينجبير، ملعقة صغيرة من الملح، ونصف ملعقة صغيرة من قرفة، 2 ملاعق كبار من المعدنوس، و120 غرام ديال اللوز اللي حمرته وهرمشته. كنحتاجو كذلك 100 مليلتر ديال الماء، وخمسة ما حطيتهاش مع المقادير. وكنحتاجو العجينة الفيلو، انا كيعجبني نستعمل عجينة الفيلو لانها كتجي مقرمشة، وفاش فاش نقطعو ما كتفرستناش، وكذلك فاش نحتفظو بالبسطيلات ديالنا بمجرد اننا كنسخنهم تيوليو بحال يلاه صوبناهم. وبطبيعة الحال بامكانكم استعمال ورق بسطيلة. غنشحروا البصله مع الدجاج والعطريه والمعدنوس في الزيت، وهنا من بعد ما تشحرنا الدجاج غادي نضيفو 100 مليلتر ديال الماء، وغادي نقصو النار ونسدو عليه ونخليوه يطيب. وهنا من بعد ما طبلنا الدجاج غادي نزولوه وغادي نزيدو في النار ونبقاو نحركو حتى ينشف تماما من المرق. وهنا من بعد ما نشفت لنا من المرق غادي نبداو نضيفو البيض وحده بوحده ونحركو حتى يتجمع لنا الخليط، لان ممكن تحتاجو اقل او لا اكثر. وهنا كما كتشوفوا في البيض شرب كاع المرق، دابا غادي نديروه في واحد الصفايه وغنبقاو نبركو عليه بملعقه حتى نزولو منو كاع المرق اللي فيه باش ما يطلقش الماء في الطياب. وهنا من بعد ما نشفت الخليط ديال البصل والبيض مزيان كما كتشوفوا، غادي نضيفو على الدجاج اللي سبق لي وفرتته. غنحتاجو الزبده دايبه باش غادي ندهنو بها العجين ديالنا. غندهنو فقط نصف الورقه بالزبده وغادي نطويوها، وغادي نديرو فيها الحشو ونديرو قليل من اللوز، ملعقه صغيره او ملعقتين صغيرتين من اللوز من الفوق، وغادي نطويوها بالشكل اللي موضح في الفيديو. We'll be right back.
وهنا بعد ما كملت كاع الكيمياء اللي عندي حصلت على 12 حبه، ودابا غادي ندهنو بشويه زبده من الفوق وندخلو من الفران اللي سبق لي وشعلته على درجه حراره 200 درجه من الفوق ومن التحت، وغنطيبوهم لمده ما بين 25 دقيقه حتى 30 دقيقه، وتبقى الطياب دائما على حسب كل فران. وهذا هو الشكل النهائي ديال البستلات صغار ديالنا. كما كتشوفوا راه كيجيو رائع على الشكل ديالهم وعلى المذاق، كيجيو من برا مقرمشين والحشو لذيذ بزاف بزاف بزاف. وانا قدمتهم مع السلطه ديال القمح والدسير. غادي نحط الفيديو ديالهم ان شاء الله في المره المقبله ان شاء الله. نتمنى يكون عجبكم فيديو اليوم، ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتابعونا في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع جديد ديالي، وتخليوا لي ارائكم في لي كومونتير. نخليكم على خير حتى الفيديو جديد ان شاء الله.